طيب انا فاكر من سنتين تقريبا في 2009 كان بيشرفني بزياره عندي في البيت قيادي، كان هو موجود في القاهره، كان مفاوضات، بعدين عدى عليا في البيت فقاعدين بتدردش وسالته يعني طب انت اول اضراب دخلته في حياتك كان امتى؟ فقال لي سنه 88. انا كنت لسه يا دوبك بقالي 4 سنين في المصنع وكنت في العنبر جوه، بعدين فجاه سمعت مظاهرات وناس قاعده بتهتف بره، فطلعت بتفرج لقيت العمال عاملين اضراب وشايلين كفن، شايلين نعش وعليه صوره مبارك. الكلام ده كان سنه 88. انا قلت له سنه 88 حصل الكلام ده؟ فبيقول لي اه. انا طبعا واحد زي حالاتي، انا كل معلوماتي عن الدنيا وعن الصنم اللي هو بتاع مبارك وسقوطه، يعني انا عارف هو كفايه هي اللي بدات تهتف ضد مبارك كان في وسط البلد في 2005 وفي 2006، لكن عمري ما كنت سمعت ان كان بتحصل مظاهرات قويه ضد حسني مبارك وكمان في الاوساط العماليه توصل بالشكل ده في الفتره اللي قبليها. فقلت له طب الكلام ده يعني احنا ازاي ما سمعناش عنه؟ فساعتها شاور لي على اللابتوب بتاعي وقال لي ما كانش فيه على ايامها ده. في تخيلوا معايا السيناريو ده، يعني لو كان سنه 88 والصور بتاعت عمال غزل المحله وهم ماشيين بالنعوش وبالاكفان وحاطين عليها صور مبارك وبيهتفوا ضده، ده كان سنه 88، لو كان في مثلا يوتيوب وكان في قنوات مستقله ايامها وكان في صحف مستقله قاعده بتنقل الصور والاخبار من غير اي تحريض، يعني لا هم بيقولوا احنا مع العمال ولا ضده، بس فقط ان هم قاعدين بينشروا الصور بتاعت عمال غزل المحله ماشيين بالاكفان وبالنعوش اللي عليها صور مبارك، مش تعتقدوا ان ده كان ممكن يسرع الثوره المصريه؟ انا اعتقد ذلك. في كتير جدا كانوا في التسعينيات، يعني انا طالب كنت دخلت الجامعه في نص التسعينيات وكنت كاره مبارك، يعني ما كنتش عضو في اي حركه سياسيه بس كاره مبارك، وفاكر في نفس الوقت ان انا الوحيد يعني مثلا اللي هو يمكن عندي شويه جرأه ان انا عايز اعمل حاجه او كده، لكن ما انا لوحدي في الاخر. يا دوبك على مثلا اواخر سنين على اواخر ايام في الجامعه لما انضميت ساعتها لحركه الاشتراكيين الثوريين وكنا مجموعه صغيره جدا 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 ايامها، فاللي هو يعني كوني يعني موجود في مجموعه انا عارف ان المجموعه دي بيفكروا نفس الافكار اللي هي المجنونه بالنسبه لي ما بين قوسين بالهتاف ضد مبارك او محاوله الخروج عن سلطه مبارك، ده اداني جرأة انا شخصيا ان انا بعد كده اقدر اتحرك في الجامعه واهتف مثلا ضده. فما بالنا بالسيناريو ان لو كان عندنا صور عمال غزل المحله حوالي 27,000 عامل وهم طالعين بالنعوش اللي عليها صور مبارك، ما ده كان شجع وحمس الناس بشكل كبير جدا، ما حسسهمش ان دي افكار مجنونه، ده العادي زي ما انت معادي للنظام في ناس كتيره جدا غيرك معادين للنظام. في ديسمبر 2006 مع اندلاع اضراب المحله الاولاني في 7 ديسمبر 2006 ده فجر موجه اضرابات عنيفه جدا بعد كده في كل حته في كل قطاع مش بس الغزل والنسيج. وانا فاكر لما كنا بنتحرك انا والزملاء في الاضرابات دي في سنه 2007 كان الحاجه اللي بنسمعها دايما في كل مصنع او في كل شركه كنا بنزورها او كل مصلحه اللي هو احنا شفنا عمال المحله بيتحركوا فقررنا احنا كمان نتحرك، او احنا سمعنا ان عمال المحله اضربوا فاحنا كمان قررنا ان احنا نتحرك، او اللي احنا شفنا على التلفزيون امبارح عمال المحله وطلع ان هم كذبوا الاضراب بتاعهم فاحنا كمان قررنا ان احنا نتحرك. جزء كبير جدا من اللي هو تاثير الدومينو ده لما الدومينو يبدا يقع ورا بعض ليه علاقه بنشر المعلومه، فموضوع نشر المعلومه بيلعب دور مهم جدا جدا جدا. توثيق الاضرابات اللي بتحصل النهارده دي ليها دور مهم جدا جدا، بالذات التوثيق المرئي، يعني لو انت ماشي في الشارع دلوقتي ماشي في وسط البلد بعدين لقيت اعتصام لقيت مظاهره كنت موجود في المحله كنت موجود في الدقهليه كنت موجود في اي محافظه في مصر في الاسكندريه وشايف قدامك مصنع بيضرب، شايف قدامك عمال بيعتصموا، شايف قدامك اي نوع من انواع الوقفات الاحتجاجيه للعمال، انت طلع الموبايل على طول وابدا تدخل ماشي، ما تستناش حد، ما تستناش لاون تي في تيجي، ما تستناش حسام الحملاوي ومركز الدراسات الاشتراكيه عشان يقولك، ما تستناش اي حد خالص، انت بنفسك ابدا اتحرك بالموبايل بتاعك طلع وابدا سجل وثق اللي بيحصل. معظم الشباب اللي انا يعني كنت شفتهم بيشتبكوا مع الحركات العماليه يعني والصحفيين كمان بشكل عام بيبقى فيه كده ساعات اسلوب في التعامل مع العمال انا بكرهه جدا اللي هو اسلوب الشحاته، يعني اللي هو انت داخل على مجموعه من الشحاتين واللي هو حرام شايف فلان مش عارف بيشتغل ايه ده في الشهر و18 ساعه في اليوم بياخد 120 جنيه
وتبقى القصه ان انت كانك بتتعامل مع يعني بشفقه وذكاء والكلام ده. لا يا جماعه مش هينفع الاسلوب ده في التعامل معاه، والاسلوب ده اصلا كمان مش مجدي. حقيقي ظروف العمال دول سيئه جدا 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 يعني. يعني الواحد كمان لما بدا يتحرك كان في الاضرابات في اخر كام سنه دي، انا الواحد كان بيتصدم يعني لما نشوف مثلا عاملات المنصوره اسبانيا اعلى مرتب، ده مصنع ملابس موجود مثلا في طلخه، كنت في فتره على اتصال بيه في 2007 و2008، ده مثلا اكبر مرتب موجود في المصنع 250 جنيه، بتاخدوا ستات هناك في صناعه الملابس، ده اكبر مرتب. فسي مثلا هنقول 200 جنيه في الشهر، ال 200 جنيه دول ما كانوش بياخدوا عليها بدل غذاء، فاقول في اليوم العامله منهم هتطلع تجيب ساندوتش فول وطعميه ولا اي حاجه هتصرف جنيه، يبقى ماشي يشيل 30 جنيه دلوقتي من ال 200 دول، اتبقى عندك كام؟ اتبقى عندك 170. وكلهم طبعا ساكنين في القرى اللي حوالين طلخه، فبياخدوا مواصلات كل يوم، قول هيدفعوا جنيه رايح جنيه جاي، يشيل كمان 60، يعني اتبقى ايه اكتر من كده؟ ما خدوش الحوافز بتاعتهم، كانوا من سنه 99، ما خدوش اي علاوات اجتماعيه من سنه 99، انا بكلم كده في 2007. حالهم سيء جدا، لكن في نفس الوقت احنا المنظار اللي احنا بنبص بيه عليهم لازم يبقى منظار مقاومه. في كمان اسلوب تاني في التعامل بيبقى اللي هو لما يبقى شباب متحمس مثلا بيسمع ان في اضراب حصل في مصنع معين، فيقوم الشباب رايح وبينزل على العمال ومتخيل ان هو هينزل على العمال وهيسمع منهم بقى يعني الكتاب الاحمر والصراع الطبقي وكلام فيلسوف عالي جدا وكلام ثوري مؤيد للثوره 100%، وان كلهم على نفس درجه الوعي العالي، حمله ماجستير، يعني كانك بتتكلم مع فيلسوف. القصه مش كده، يعني القصه مش كده. اولا انت بتتعامل مع بشر، يعني بشر عاديين ماشي، وفي حالات كتيره جدا البشر دي ممكن يبقى وعيها وممكن تبقى ثقافتها وممكن يبقى تعليمها ممكن يبقى فعلا اقل منك، لكن اولا ده مش معناه ان اللي بيقوموا بيه ده اقل اهميه باللي انت بتقوم بيه، ده حاجه. ثانيا حاولوا تقروا ما بين السطور، بمعنى يعني انا في امثله انا دايما بكررها ويمكن بعض منكم سمعها قبل كده، يعني اللي هو الناس بتقول ما هو العمال مش مهتمين بالثوره ولا مهتمين بالتحرير ولا مش عارف ايه الكلام ده. طيب انا مثلا كنت في مظاهرات عمال بترول في الشهر اللي فات في وقفتهم امام مجلس الدوله، واحد من العمال كان بيقود الهتاف ساعتها، ولما جه يتكلم معايا لما شاف الكاميرا وعرف ان انا صحفي جاي بيتكلم معايا بيقول لي بص احنا مش بتوع مظاهرات، احنا جايين وقفه احتجاجيه. طب ما هي المظاهرات هي وقفه احتجاجيه اللي هو في الاخر هتلاقي ناس منهم ماشي يعني تتكلم معاهم يقول لك محاكمات عسكريه ومش عارف بلطجه وايه وايه وايه، مش هيطلع لك بنقد تحليلي حقوقي حوالين المحاكمات العسكريه، بس الناس دي في الاخر ماشي يمكن ما بتنزلش جمعه الطوارئ في التحرير النهارده، بس الناس دي في كل حركه هي بتقوم بيها هي بتكسر قانون الطوارئ. ما هو في عندنا حاجه اسمها قانون تجريم الاعتصام ماشي، يعني المفروض ان اي حد منهم هيعتصم اي حد منهم هيضرب المفروض راح يتاخدوا على محاكمه عسكريه. الناس دي في اي حركه بيعملوها ما هم بيكسروا قانون تجريم الاعتصام، فاللي بيقوموا بيه ده سياسه في الاخر، ده مش بس اللي هو مطالب فئويه. طيب لما سيادتكم، وانا عارف ان معظمكم هنا على النت ما كانش كلكم شفتوا دلوقتي، انتوا كنتوا ماشيين شفتوا اضراب نزلتوا جبتوا الكاميرا والموبايل رحتوا صورتوا على العمال او بتصوروا المظاهره وبداتوا اللي هو تتكلموا معاهم، طيب يا ريت بعد كده احنا في ايميل اللي هو الايميل بتاع جريده الاشتراكي اللي موجود على الظهر بتاع الجريده، وده هنوزعه على سيادتكم برضو بعد ما القعده تخلص النهارده، يا ريت حد يبعت لنا تقرير ماشي، وسهلوا مهمتنا. معنى يا جماعه احنا برضو احنا عددنا صغير بس عددنا بيكبر، بس برضو ما زال عدد الصحفيين المتابعين او المتضامنين مع الحركه العماليه المنظمين ما زال صغير، فساعدونا بمعنى ان التقرير اللي يتبعت لمركز دراسات الاشتراكيه عشان ننشره بعد كده على السايت بتاعنا ونبدا نبعته للدوائر الاعلاميه والدوائر العماليه ودوائر النشطاء اللي احنا على اتصال بيهم ونبدا نحاول نتدخل ونتفاعل مع العمال دول، حاولوا بس في بعض النقاط كده خلوا بالكم منها وانتم بتبعتوا لنا التقرير. يعني دلوقتي ما يجيش حد مثلا يبعت لي يقول لي ده حصل اضراب في مصنع الملابس اللي عندنا في 6 اكتوبر، طب يعني في مليون مصنع ملابس ماشي. فياريت اي حد هيبعت لنا اي رساله يبقى فيها اولا اسم الشركه، الشركه دي اسمها ايه اللي انت رحت وصورت عندها او شفت عندها الاعتصام، حاول تجيب اسم الشركه. تاني حاجه وانت بتتكلم مع الناس اعرف الشركه دي بتنتج ايه، يعني نبدا نفهم
الشركه دي مثلا بتنتج ملابس للتصدير، الشركه دي مثلا بتنتج صواميل مثلا بتخش على السكه الحديد، بينتجوا ايه، بتروكيماويات. حاول تعرف بالظبط الشركه دي تبع انهي قطاع. تالت حاجه ودي برده مهمه عشان نبقى برده حاسين بايه مدى قوه الاضراب او احنا بنتعامل مع مين في الاخر، اسالهم على عدد العمال في الشركه. انتوا عندكم كم عامل في الشركه وكم عامل مشارك في الاعتصام؟ دي اسئله مهمه لازم تسالوها للعمال اللي انتوا نازلين بتشتبكوا معاهم. اسال برضو العامل او العامله اللي هو الشركه دي تاسست امتى. هل دي مثلا شركه قديمه مثلا زي غزل المحله من زمان، ولا احنا بنتكلم على شركه مثلا زي المنصوره اسبانيا اللي تم تاسيسها مثلا كان 97 او 98، ومين المالك كمان، مين المالك بتاع الشركه. مهم برضو ان انت تسال العامل لما تيجي تتكلم معاه، هل عندكم نقابه في الشركه ولا ما عندكوش نقابه في الشركه، وهل النقابه دي هل بتحمي مصالحكم ولا انتم محتاجين مثلا نقابه مستقله. يعني ابدا افهم الوضع عامل ازاي، وبرضو اعرف تاريخ المصنع، لان يعني ما فيش اي مصنع بيضرب النهارده ما اضربش قبل الثوره. يعني الموجه بتاعت الاعتصامات اللي هي ما يسمى بالفئويه اللي بيحصل النهارده ده، اللي بتحصل النهارده يا جزرها من قبل كده. فحاول انك انت تجيب تاريخ المصنع ده، اذا كان حصل اعتصامات قبل كده وكان الاعتصامات دي ادت لايه في الاخر. لما تيجي كمان يا جماعه، انا عارف الكلام ده كله في الاخر شفوي ونظري وهختصر حنهي دلوقتي، بس يا ريت لما نرفع برضو الفيديوهات الناس تقعد بس دقيقه واحده تكتب كابشن على الفيديو، تكتب بوصف على الفيديو، يعني بحيث ان ما الاقيش مثلا فيديو في الاخر التايتل بتاعه مثلا العنوان بتاعه IMG 303 اللي هو الاسم بتاع الفايل اللي انت رافعه بيه، يعني عشان خاطر ان الفايل ده ان هو يتلقى ماشي، يعني سميه، حط عليه وسومات، اشرح بس سطرين بساط كده خالص اللي هو تحت، وبعد كده ايه ابعتوها لنا على مركز الدراسات الاشتراكيه، احنا هننزلها على صفحه الفيسبوك الخاصه بتاعتنا، ونبدا ان احنا نوزع المعلومات دي على نطاق واسع، ونحاول برضو ان احنا نوفر الدعم القانوني. وحنهي برضو بمثل ان في كتير برضو من الشباب اللي بيبقى متحمس وشايف ان الطبقه العامله هي الحل وهي اللي تقدر فعلا انها تنقذ الثوره، ساعات لما بينزل في مواقع عماليه برضو الشباب ده غصب عنه بيبدا يحمل العمال بعبء، وبعبء هم فعلا لا طاقه لهم به دلوقتي ماشي. بيفكروني بقبل مثلا 2011 بالنشطاء اللي كانوا بينزلوا مصانع ويطلبوا من العمال يهتفوا ضد مبارك ماشي. يعني الكلام ده هيجي من عندهم. انت ما ينفعش ان انت تنط بالباراشوت في حته وتبدا تقول للعمال اعملوا كذا او ما تعملوش كذا، دي حركتهم وحركتهم الذاتيه والحركه اللي هتتطور. يعني اخر مثال مثلا طنطا للكتان، شركه طنطا للكتان، ودي واحده من الشركات دلوقتي اللي تم خصخصتها في 2005 وتم تخريبها تماما على ايد مستثمر سعودي، وحاليا في حمله لاستعادتها مره تانية للقطاع العام. الناس دي لما بدات اضراب في 2009 بداوه وكانوا رافعين صور عيش عبد الهادي وحسين مجاور، وكانوا برضو بيستغيثوا بسياده الرئيس، وكلنا كنا فاكرين، وانا فاكر نشطاء ايامها كانوا بييجوا يكلمونا انتوا بقى اليسارين بتوع العمال، ما هو العمال هم واقفين مش عارف مع حسين مجاور وعيشه وقاعدين بيهتفوا للرئيس ومش عارف ايه والكلام ده. في خلال شهر ماشي كنت برضو ناس زملاء راحوا المصنع وصوروهم، والناس دي كانت واقفه قاعده بتدوس على صور عيش عبد الهادي وقاعده بتدوس على صور حسين مجاور وعلى اليوفط اللي هم عملوها ماشي، لان هم في الاخر بداوا يتحركوا، كان بوعي اصلاحي في الاول، كان عندهم امل ان الناس دي ممكن تتحرك وتنقذهم ماشي. طبعا الناس دي طبعا ادوهم الخازوق المتين، فبداوا ان هم يقول لك لا طب خلاص طب نزلوا اليوفط، بداوا يدوسوا عليها. بعديها باسبوع كانوا نازلين على مجلس الشعب واحتلوا الرصيف بتاع مجلس الشعب وعملوا سلسله من الاعتصامات، وبعد كده كانت من الناس اللي شاركوا في الثوره، والنهارده من الناس اللي بتدعو للاداره الذاتيه وعوده المصانع دي للقطاع العام. فاللي هو ما نفرضش اجنداتنا على الطبقه العامه، نصبر، وهو الوعي بتاعهم بيتطور وبيتطور بشكل ثوري جدا.